القضاء على الزرقاوي؟ وما هي أخطر المواجهات بين القاعدة والقوات العراقية؟ وكيف يتم تتبع صناع الموت وملاحقتهم عبر ميادين القتال وأيضا عبر الفضاء الافتراضي في الإنترنت؟ كثير من هذه المهام تقوم بها قوة عراقية قليلة العدد راقية التدريب، تعتبر من نخبة العناصر الأمنية والعسكرية في بلاد الرافدين. هذه القوة يتم الكشف عن بعض ملفاتها السرية لأول مرة من خلال هذه الحلقة من البرنامج، حلقة جديدة من صناعة الموت. أحييكم. العام 2003 وبعد دخول القوات الأمريكية العراق، تم تشكيل الكثير من القوات الأمنية على الساحة العراقية بأسماء مختلفة، لكن في نهاية السنة نفسها بدأ الشارع العراقي الحديث عن قوة غريبة في أحياء بغداد بوجوه عراقية عرفت في فترة أخرى بالقوات القذرة كما كانت تسمى عند الكثير، لكن الواقع أنها القوات الخاصة العراقية أو الفرقة الذهبية. 2003 جانا من كل أحزاب العراقية، شكلنا من شيعة وسنة وأكراد وتركمان ومسيح، شكلنا قوة، جمعنا الجانب الصديق إلى منطقة جرب الصخر، دربنا هنا خلال 45 يوم، شكلنا فوج بغداد. فوج بغداد شكل 4 سرايا، كل سرية بأطراف بغداد. خلينا بال 2004 شهر الخامس بدأ معركة فلوجة الأولى، فوجنا أول فوج عراقي شارك بالفلوجة الأولى، هم أخذنا 4 محورات أطراف الفلوجة ودخلنا ويا جانب صديق مشترك عملية. وراها جاء فلوجة ثانية هم دخلنا شاركنا بها، وراها أمريكان اعترفوا بنا ككتيبة 36 مو كفوج بغداد، كتيبة 36 سمونا كتيبة 36. بهاي وقت دخلنا بالنجف، سامرة سقطت، يعني شارع العام والسامرة سقطت، هم شاركنا به وقدرنا نسيطر على سامرة وننظف من مجاميع القاعدة. هذه القوات يقودها اللواء فاضل البرواري القادم من جبال كردستان، برواري من مدينة دهوك الشمالية من مواليد العام 1966، عمل مع قوات البيشمركة في القتال ضد الحكومة العراقية آنذاك. برواري المتزوج من 3 نساء دخل بغداد مع القوات الأمريكية من مدينة الموصل ليشكل القوة مع عدد من العراقيين لمطاردة المسلحين، ليكون تسليح القوة أمريكي وكذلك الدعم والتدريب. وهواي ناس يعني أخوان العراقيين يعني بغير نظرة علينا، ما يدروا بالقاعدة راح يجي يوم قاعدة يأثر على العراق ويدمر العراق. هي هاي اليوم اجوا 2005 و2006، شفتوا القاعدة شو انفجارات لحد الآن. احنا من دخلنا بهاي وقت ندري بقاعدة تسوي مجاميع وتكسب العالم وتقاتل العراق. العراق نعم. احنا بهاي وقت من اشتغلنا احنا ما همنا احد، همنا عراق، لان احنا عراقيين وكل جماعة اشتغلوا ويانا كلهم عراقيين، دي اشتغلنا العراق ودافع عن العراق. القوات الخاصة العراقية تعتبر الأعنف للقوات على وجه العراق هي القوات الخاصة الأمريكية، وعلى امتداد مساحة شاسعة من الأراضي بين معسكر كروبر غرب بغداد الذي ما زالت القوات الأمريكية تسيطر عليه، وبين منطقة الرضوانية التي كانت إلى وقت قريب معقلا من معاقل المسلحين وخصوصا تنظيم القاعدة، وبين مطار بغداد يتلقى عدد من منتسبي القوات الخاصة الفرقة الذهبية تدريبات عالية المستوى باستخدام أسلحة أمريكية على مكافحة الإرهاب. وهاي قيادة ضربت تدريب درجة أولى، تسليح درجة أولى، وبشرق الأوسط كلها ما تلقي قوة مثل هاي قوة بالعالم، يعني يشبه قوة الأمريكية، القوة الخاصة الأمريكية نفس الشيء، لأن مدربة ويا وقاتلة ويا، يعني هاي يعني حتى فاضل برواري من هنا غير فاضل برواري استلم. هاي قوة جريمة تطلع من إيد العراقيين، وأتمنى من قيادة العراقية هاي قوة يعني يحتفظون به ويزيدون، مو يخلون بدون ميزانية وبدون كل شيء، يعني يحرمهم من كل شيء لأن هم عراقيين. يقومون بعملهم وراء الظل ويقومون بالمعارك داخل مواقع العدو مع وجود معلومات استخباراتية لمعرفة أماكن العدو،
وتدمير الخلايا الإرهابية حتى قبل القيام بعملياتها، وبهذا يحمون حياة الأبرياء، والأهم أنهم يذهبون وراء قيادات الخلايا وقيادات الفرق الإرهابية. والكثير من هؤلاء قدموا من القوات الخاصة العراقية السابقة، وتم اختيارهم بحذر من مختلف مدن البلاد، وأن اختيارهم بعمليات مدققة بشدة، وتشمل التأكد من مستوى قدرتهم القتالية القدرة التكتيكية، والتأكد من قوتهم الجسدية أيضا، ومستوى تحضرهم، وكل شيء قد يؤثر بعملهم بالقوات الخاصة العراقية. كسبنا ناس مناطق ينطونا معلومات، احنا وجانب صديق مشترك شنا نشتغل، يعني شغلنا مشترك استخبارات، ونحصل معلومات ضلع دجله شلون يدخلون، بجزيره العربيه شلون يدخلون، منطقه العفره شلون يدخلون، يعني عندنا معلومات كامله. حتى بهاي وقت جابوا طلعت دخل موصل من سوريا. من دخل طلعت؟ ابو طلعت اسمه ابو طلعت، ما نعرف منو، يعني اشباح. من دخل ابو طلعت المنطقه العرب الجزيره العربيه موصل، ودخل عن طريق العفر على موصل، اول ما وصل موصل اجانا معلومات وقدرنا نقبض عليه. هو ما انطى ولا عربي ولا عراقي ولا شيء، بالتحقيق بين هو عربي جنسيا. ان التمارين الجسديه للتاكد هي الركض بين المناطق الوعره والحاره والبارده والبنايات والغابات. وفي الوقت الذي كونت فيه فرقة قوة مكافحة الإرهاب، قامت الكتيبة 36 بعمليات كثيرة بكل أنحاء البلاد، وقد حاربوا جنبا إلى جنب مع قوات الحرس الوطني العراقي في المعارك الأخيرة في الفلوجة. قوات مكافحة الإرهاب هم قوات محترفة تركز على القبض أو القتل أو الإنهاء على الخلايا الإرهابية، وفي أحلى حالاتها، وهم يقومون بأعمالهم بخفية كما يقولون وراء الظل. القليل رأوهم وسمعوا عنهم، وعملياتهم مؤثرة جدا. يقومون بعمليات مهمة تحدد مصير الأمن القومي للبلاد، ويقومون أيضا بعمليات تحرير الرهائن. ابسط شيء ناصر الهنداوي كان بجامعه بغداد يداوم، هو كيمياوي، علوم كيمياوي، هو جنسيته امريكي. مره خطف بشعله من كاظمي، خطفت هنا خلال 24 ساعه جبتهم، جبت الاهل رجعت له، رجال شايب كان. كان عميد عندنا مخطوف سابق، جيش سابق، تقريبا بال 60 70 مخطوف يعني رجعه. الاجانب اجانب هم هو يخلصنا. مثل من؟ يعني مثل اكو هالمجموعه الفرنسيين، صحافه الفرنسيين، دخلنا بهم يعني منطقه الغربيه، هم خلصنا منهم اثنين كان. كيف تمت العمليه؟ عمليه مالش؟ عمليه تحريرهم. تحريرهم احنا عن طريق المصادر، عن طريق جماعتنا وياهم، ديش يعني مشتركين بكل مكان كان بهاي وقت نشتغل، نعرف من وين، من وين خطف، من وين خطف، وين ودوا، نعرف وين ودوا. كتيبة الكوموندوز وتقوم بأعنف وأثقل العمليات أمام أعظم الأفراد الإرهابية، مثل القيام بعمليات المداهمة والتفتيش، الإنزال الجوي، دعم قوات مكافحة الإرهاب التي تكلمنا عنها أعلاه. كتيبة الدعم وهي تقوم بدعم القوات الخاصة بالذخائر والغذاء لاستحمال القتال المتواصل. فريق المتابعة والمراقبة تقوم بمراقبة أعمال الإرهابيين والمتمردين على طوال ساعات اليوم، وتقوم على أفراد يواجهون القوات على الأرض ويجمعون المعلومات عن العدو، وهذه المعلومات تستعمل مباشرة عن طريق القوات الخاصة بكل كتائبها المقاتلة. كل جندي يكلف 20 ألف دولار تجهيزاته، أولا إنفور والقاعدة ماله والليزر ماله وان بوين ماله ونايت فيجن مال الجندي ويا درع ماله ويا الخوذه ويا الملابسه، تكلف 20,000 دولار كل جندي. ومن يطلع الواجب جندي من عمليات الخاصه من كل افواج، بس مو هنا، بكل افواجنا، قبل يطلع ما ياخذ كل شيء وياه، ومن يرجع اكو ساحه يقفون سيارات بي للصبح، سياره توقف بي، ينزل ترجل جندي ويتفتشون، اكو لجنه خاصه مختصه تفتش سياره سياره، اي شيء مجرميه واجراميه ياخذون جهه القانون. طول ويا اي مكان ينقل هو السجين، هاي الاغراض الجرائميه تروح وياه.
يعني ما تبقى شيء عندنا، يعني حتى بدك يطلق وحتى الكمبيوتر تليفون، خاصة التليفون استفاد منه، تليفون المجاميع من الزمة، جماعة القاعدة الزمة، هاي تليفون حتى ماسحة، عندي جهاز طلعه قبل سنتين، شنو الرسالة جاي ويا محاكي كلها طلعه، يعني كلش فينا من ناخذ تليفونات من بيوت العوائل، هو يحشون اخذوا تليفونات بنتي لو ابني لو زوجتي، هاي مو اخذنا على مود ناخذ تليفون جهازها، هاي جهاز نفس استفاد منه، عندنا معلومات استخباراتية، هاي بيت عائله من جماعة القاعدة، من ناخذ هاي موبايلات، هاي موبايلات نستفاد منها هواي شغلات، يبينون هواي اشخاص الرسائل لازم بيناتهم مسجات تليفونات، يعني توصلنا هواي خيوط. تدريبنا تبدا اعتمادنا على الليل اكثر من النهار، حتى الواجبات اكثر ننفذها بالليل، لان التكتيكيه عندنا واستراتيجيه عندنا، الاسلحه اسلحتنا كلها امريكيه، شفت يعني جنابكم كلها نشتغل على نايت فيجن، ماكو لايت، بنطلع كانفوي اي مكان بدون لايت، يعني بالنايت فيجن نمشي بالليل، بالليل اسهل بالنهار، وبالنهار هم عندنا اهداف. العام 2004 كانت المشاركة العسكرية الأولى لبرواري وجنوده كانت في معركة الفلوجة التي اعترف البرواري أن المقاتلين فيها كانوا يقاتلون بشراسة، وكاد يفقد حياته في منطقة الجولان بسبب شدة المعارك التي دارت في المدينة، لكن القوة لم تنسى الفلوجة لتشارك في المعركة الثانية التي دخلت فيها المدينة، وكانت حديث أهالي المدينة أن القوة طائفية، لكن البرواري ينفي أن تكون قواته طائفية. وإحنا نقدر ندخل بس العوائل داخل فلوجة ما نقدر نضرب البيوت، ما نقدر يعني حق الإنسان، يعني أهم شيء عندنا حق الإنسان، إحنا على متاي ما دخلنا، بس فلوجة ثانية أنا بالليل الساعة 2:30 قدرت قوة مالتي تدخل نص المستشفى فلوجة بقلب الفلوجة وسيطرنا على الفلوجة فلوجة ثانية. أحداث النجف شارك فيها البرواري وكذلك مقاتلة جيش المهدي الذي استطاع بناء قوة عسكرية أنذاك، ويذكر برواري كيف فقد عددا من جنوده على يد الميليشيات المسلحة خلال الوقوف أمام صورهم التي لا تبعد الكثير عن مكتبه الذي كشف منه مقتل الحجاج الذي لديه ارتباط بالميليشيات المسلحة وكذلك مع دول خارجية، فالحجاج فجر أكثر من عبوة ناسفة استهدفت القوة التي استطاعت إنقاذ البصرة في معركة صولة الفرسان قبل أن تقع بيد الخارجين على القانون، لكن برواري ما زال يبحث عن شخص يعتقد بأنه وراء مقتل جنوده حتى اليوم. الشهادات هنا أكثر شيء الخطف من بيوتهم، ومن يطلعون جايز كان يسوون كمان يخطفون. وقت 2006 من سمونا فرق القذرة، هاي وقت جماعتنا راح مجازين 15 واحد على منطقة الناصرية وعمارة وبصرة، ثلاث سيارات على القناة وقفهم سيطرة، سووا سيطرة وهمية ولزمهم، وكان عريف ناصر، هو عريف ناصر من أهل الناصرية خابرني قال سيدي أكو جماعة شرطة لزمونا وتليفونه باقي بجيبة دسمع صوت دي عذبون ودي يقتلون بيهم. ثاني يوم كلهم مذبوحين وضابين على القناة مكتولين، كانوا 15 واحد. كشفنا هواي خيوط جماعة أبو درع كان بكتها. من هو أبو درع وكيف تتعاملون معاه؟ أبو درع كان هو قبل السماك يبيع سمج، إسماعيل السماك كان ولزمنا، يعني ابنه لزمنا وأخوان لزمنا، هواي دخلنا عليه ونقبض عليه ما قدرت. حجاج كان بالبصرة 2007 إجانا خبر، هو كان يشتغل بصالح إيران وبصالح القاعدة صفتين، هو كان عقيد إيران، هاي المعلومات جانا من طلعنا على الهدف قريب على الكورنيش، هو هزم هو صيخ ماله قدرنا نقتلهم بسيارة ثنياتهم. وساعدت وحدات العمليات الخاصة العراقية في القضاء على عدد من شبكات المسلحين أحدثها في محافظة ديالى التي ما زالت توجد بها جيوب لعناصر من تنظيم القاعدة من خلال عمليات إنزال في مناطق بوهروز. بعد العام 2005 وصل تنظيم القاعدة إلى محافظة ديالى ووجه ضربات عنيفة للقوات العراقية والمواطنين على حد سواء، وحاول نشر أفكاره المتطرفة بمختلف الوسائل منها استغلال النساء، حتى تمكن بين عام 2006-2007 من فرض سيطرته على مساحات شاسعة من أقضية ونواحي المحافظة. تكبير تكبير
تكبير. كما نجح في اختراق الكثير من منظومات الأجهزة الأمنية وتوجيه ضربات قاسية لها تمثلت بعمليات تصفية وكشف مبكر للخطط الأمنية، وغدت العديد من الأحياء السكنية معاقل له، إلا أن عملية عسكرية كبيرة باسم السهم الخارق نفذتها القوات العراقية أدت إلى القضاء على الكثير من جيوب التنظيم في صيف عام 2007. بشار خير الأولى من دخلنا بديالة صراحة دخلنا يعني لزمنا ناس سيئين حيل. شخص لزمنا يقول أني من أقتل وأخطف وألزم إذا ما فخ راسه لجسمه وأذبه بمكان يكون يفجر أنا ما أرتاح. يقول يعني هاي إنسان هو عراقي، يعني شون تبع عليه؟ شون 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 عين تبع على هاي شخص؟ يعني لزمنا هو ناس سيئين كان بوقتها، وديالة كان لبة القاعدة صار لي بالأخير، يعني كان كل سيء وضع. وين خضت معارك في ديالة؟ ديالك معارك ما بي كان، ما كان يقاتلوك يعني وجه بوجه ماكو، بس عندهم يعني خلايا عندهم مجاميع عندهم كل مناطق، وأي منطقة نحس بي هما بي كان نزل بطيارات هواي قرى دخلت بي القرى بيوت كان مخلين عباد وشغلات بالباب، وبالأخير بس عندنا معلومات عليه نفس القرية وهم مهجورين ما باقي بقريتهم. بننزل عليه بالليل الطيران، وعندنا جماعة الهندسة وانا الجانب الامريكي وانا كان بهاي الوقت نفحص نلقي هواء عبد ناصر ونقدر نسقط المفعولة وندخل بيه. وبوقت عندنا معلومات بديالة وده نشتغل عليه ان شاء الله. اكو كان 6 انتحاريات منطقة ديالة واشتغلنا عليه وحد الان ما لقيناهم. فصل قصير نتابع بعده تفاصيل جديدة عن مقتل الزرقاوي يرويها قائد القوى التي داهمت تكره في قرية هبهب بالقرب من بعكوبة، نتابع بعد الفصل.